السلام عليكم أحبابنا الكرام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بياكم مرة أخرى. أسأل الله عز وجل العلي العظيم ذو الفضل الكريم أن يرحمني وإياكم برحمته الواسعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله عز وجل أن يرفع البلاء والوباء عن الأمة، وأن يعيد إلينا اطمئناننا وراحتنا وسكينتنا، وأن يبدلنا من بعد خوفنا أمنا، وأن يرحم جميع موتانا الذين ماتوا بهذا الوباء، وأن يسكنهم فسيح جناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبابنا الكرام، سنتدارس اليوم في هذه الحلقة التي هي الثانية درسا جديدا بعنوان أو نصا جديدا يعني من أنصاص القرآن الكريم. كنا قد درسنا في الحلقة الماضية نص الحمد لله رب العالمين بدون واو، والحمد لله رب العالمين بالواو، ومطلع هذا النص يقول الحمد لله رب العالمين أربع لدى الحمد قاتل وأنيب ويا قومي، والحمد لله رب العالمين اثنان في يستجيب فنبذناه فخذ بياني. هذا هو النص الذي يعني كنا قد درسناه في الحلقة الماضية، ومن أراد أن يطلع عليه سيجده يعني في الوصف أو في صندوق الوصف لكي يعلم ماذا درسنا في الحلقة الماضية. إذن مع نص جديد. وقبل ذلك إن شاء الله يعني أتيتكم بتطبيق جميل يساعدك على حفظ القرآن الكريم والمراجعة إن شاء الله، وفي كل ذلك سنشرحه في بعد أن نتدارس النص القرآني. التطبيق يعمل على الهواتف الذكية أيها الأحباب الكرام، وهو سهل جدا وجميل جدا، فيه الكثير من القراء، فيه يعني أشياء كثيرة جميلة تساعد على حفظ القرآن الكريم يعني في هذه المدة الزمنية التي لا تستطيع أن تذهب فيها لا إلى المعلم ولا إلى المعلمة، وهو سهل وجميل جدا. وفيه الروايات، رواية ورش ورواية حفص كذلك أيها الأحباب الكرام. ما زلنا مع قول الله عز وجل الحمد لله. كنا قد تدارسنا في الحلقة الماضية قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، وتدارسنا كذلك والحمد لله رب العالمين. واليوم إن شاء الله نتدارس قول الله عز وجل الحمد لله. كلمة الحمد لله أيها الأحباب الكرام بمعنى الشكر لله والثناء عليه سبحانه وتعالى. هناك سور بدأت بقوله سبحانه وتعالى الحمد لله، الحمد لله، وهي خمس سور ابتدأت أو بدأها الله سبحانه وتعالى بقوله الحمد لله. يقول الناظم في النص الذي يجمع هذه السور، وهو نص سهل وجميل، يقول الناظم أيها الأحباب الكرام الحمد لله، تجدون كذلك هذا النص يعني مكتوبا أمامكم أيها الأحباب الكرام، الحمد لله في مطلع خمس سور فاتحة أنعام كهف سبأ وفاطر. أعيد النص أيها الأحباب الكرام، الحمد لله في مطلع خمس سور فاتحة أنعام كهف سبأ وفاطر. المعنى أيها الأحباب الكرام، الحمد لله في مطلع خمس سور، يقول الناظم بأن الله عز وجل ابتدأ خمس سور بقوله الحمد لله في مطلع يعني في بداية السورة، في مطلع السور، الحمد لله في مطلع خمس سور. وهذه السور
التي بدأها الله عز وجل بقوله الحمد لله هي خمس سور أيها الأحباب الكرام. إن يأتي يسألك أو بعض الأسئلة أو المسابقات يسألون هذا السؤال، ما هي السور التي بدأها الله عز وجل بقوله الحمد لله؟ فعوض أن تقول كل سورة كل سورة وحدها لا بد من هذا المتون أيها الأحباب الكرام. والقائل يقول من حاز من حفظ المتون حاز الفنون. الفنون أيها الأحباب الكرام، فن الكلام، فن الإلقاء، فن كيف تأتي بالكلمة ثم تعبر عليها أو تستدل عليها بآية قرآنية ثم بحديث ثم بمتن أيها الأحباب الكرام من المتون. إذن قلنا الحمد لله في مطلع خمس سور، بمعنى أيها الأحباب الكرام الحمد لله وجدت في مطلع أو في بداية خمس سور. نعود إلى خمس سور، لم نقل خمسة سور. لماذا يا أحباب الكرام؟ دائما اللغة العربية يا أحباب الكرام يجب أن ينتبه إليها كل واحد فينا. إذن كنا قد ذكرنا في الحصة الماضية ربما، وقلنا بأن العدد ينقسم إلى قسمين، عدد مذكر وعدد مؤنث. لكن في المذكر دائما نأتي بالتاء في آخر الكلمة، خمس، هذه للمؤنث، والسورة مؤنث، والسورة مؤنث أيها الأحباب الكرام. ويقول الناظم كذلك ثلاثة بالتاء، بمعنى ثلاثة أربعة خمسة ستة كلها بالتاء، قل للعشرة في عد ما أحاده مذكرة. دائما للمذكر نزيد التاء في آخر الكلمة المعدة، لكن بالنسبة للمؤنث نحذف التاء. في المذكر قال سبحانه وتعالى ويقولون سبعة، بمعنى سبعة وثامنهم كلبهم. وفي المؤنث قال تعالى وقال الملك إني أرى سبع بقرات، لم يقل سبعة بقرات وإنما قال سبعة بدون تاء أيها الأحباب الكرام. هذه من الفوائد اللغوية أيها الأحباب الكرام. إذن دائما في المؤنث نحذف التاء، وفي المذكر نزيد التاء في آخر العدد أو الشيء المعد. إذن قلنا الحمد لله في مطلع خمس سور، بمعنى الحمد لله ابتدأت بها خمس سور. ما هي هذه السور؟ فاتحة، أنعام، سبأ، كهف، سبأ وفاطر. أول السور التي بدأها الله عز وجل بقوله الحمد لله الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، بدأت بالحمد لله. السورة الثانية أيها الأحباب الكرام وهي السورة الأنعام. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. إذن السورة الثانية سورة الأنعام ابتدأت بقوله عز وجل الحمد لله، فاتحة، أنعام، كهف، وهذه معروفة أيها الأحباب الكرام نعرفها جميعا، كهف. سورة الكهف ابتدأت كذلك بقوله عز وجل
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. إذن سورة الفاتحة وسورة الأنعام وسورة الكهف، إذن بقيت سورتان أيها الأحبة الكرام. الحمد لله في مطلع خمس سور: فاتحة، أنعام، كهف، سبأ. سورة سبأ ابتدأت كذلك بقوله عز وجل الحمد لله، قال سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. إذن سورة سبأ هي السورة الرابعة التي ابتدأت بقوله عز وجل الحمد لله. وآخر سورة أيها الأحبة الكرام ألا وهي سورة فاطر. سورة فاطر، قال سبحانه وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. الآية، إذن سورة فاطر كذلك ابتدأت أيها الأحباب الكرام بقوله عز وجل الحمد لله. إذن أيها الأحباب الكرام نص سهل جدا نزيده في رصيدنا القرآن أيها الأحباب الكرام، لا بد أن يحفظه الإنسان، هذه أنصاص يجب أن تحفظ في الذاكرة أيها الأحباب الكرام لكي يعود إليها الإنسان وقت ما احتاجها. إذن أعيد النص آخر مرة أيها الأحباب الكرام: الحمد لله في مطلع خمس سور فاتحة كهف فاتحة عفوا أعيد الحمد لله في مطلع خمس سور فاتحة أنعام كهف سبأ وفاطر. هذا هو النص أيها الأحباب الكرام. إن شاء الله الحلقة القادمة سنشرح نصا جديدا كذلك في سورة البقرة والفاتحة أيها الأحباب الكرام. والآن أمر بكم إلى التطبيق الذي اخترته لكم أيها الأحباب الكرام، وهو تطبيق اسمه تحفيظ القرآن الكريم، تجدونه في البلاي ستور، تجدونه سأضع لكم يعني صورته ترونها الآن، هذه هي صورته، وفيه تجدون أيها الأحباب الكرام القراء، تختار القراء الذين تريدهم، الحصري أو الذين تريدهم بطبيعة الحال. كذلك يمكن لك أن تختار الصورة التي تريد، أنا ترون أمامكم صورة الفاتحة، كذلك يمكنك أن تختار الآيات التي تريد أن تحفظها عبر التكرار، يعني ترون هنا الآية الأولى إلى من الآية الأولى إلى الآية الثانية. كذلك هناك مدة التكرار أو عدد التكرار، مرتين، ثلاثة، أربعة، اختر ما شئت. كذلك مدة التكرار، المدة يعني الذي تريد أن تكرر فيها أنت، يعني يمكنك أن تكرر مباشرة بعد القارئ، تختار إما نصف مدة التلاوة، ترون الآن بدون انتظار، كذلك نصف مدة التلاوة، كذلك نفس مدة التلاوة، كذلك مرة ونصف مدة التلاوة، يعني بمعنى أيها الأحباب الكرام هذا الفارق الزمني بين سكت القارئ وبين ترديدك أنت. كذلك أيها الأحباب الكرام التكرار، هنا تجدون في هذه الصور تجدون بدون تكرار، تكرار مرتين، ثلاث مرات، أربع مرات، اختر ما شئت، حتى هناك التكرار إلى ألف مرة أيها الأحباب الكرام. هذا التطبيق
اسمه تحفيظ القرآن الكريم، وهو تطبيق جميل، يعني يحتاجه كل من يريد أن يحفظ القرآن الكريم عبر التكرار، يعني تحفظه وتستطيع أن تحفظه كيفما شئت أيها الأحباب الكرام، وحدك أو يعني مع أصدقائك أو يعني كل ما تريده هو موجود في هذا التطبيق أيها الأحباب الكرام. الصور رأيتموها أيها الأحباب الكرام، يمكن لكم تنزيله من مباشرة من الماركت بليس أيها الأحباب الكرام. هذا فيما يخص حلقة اليوم، وإن شاء الله كل يوم كل حلقة إفادة. دعواتكم أيها الأحباب الكرام، هذا البرنامج يأخذ منا وقتا طويلا جدا جدا، والله العظيم فيه يعني عمل كثير، رغم قد ترون بأن مدة البرنامج لا تتجاوز ربما 15 دقيقة، لكن العمل على إخراج هذه الآيات وما ترونه كله فيه عمل كثير، لكن نحتسب هذا الأجر عند الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمني وإياكم جميعا والمسلمين جميعا، وأن يرفع عنا هذا الوباء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لأسئلتكم واستفساراتكم حول هذه الأنصاص ضعوا تعليقاتكم تحت الفيديو مباشرة. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس لكي تصلكم جميع فيديوهاتنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.